أعزائي طلبة المرحلة الرابعة في قسم القانون، وبخصوص مادة قانون التنفيذ، أحييكم وأبتدئ بقولي لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد تمنياتنا لكم بدوام الصحة وقبول دعائي لله عز وجل أن يمن على جميع العراقيين بالصحة الدائمة وعودة الحياة إلى طبيعتها بعد التوقف الحاصل بسبب وباء كورونا، آملا اللقاء بكم بأقرب فرصة ممكنة. أعزائي الطلبة، بدأنا معكم في الفترة الماضية ببعض المحاضرات التي ألقيناها على حضراتكم في مادة قانون التنفيذ، وتناولنا في تلك المحاضرات مواضيع معينة، منها السلطة المختصة بالتنفيذ، وقلنا بأن هناك سلطة تختص بتحصيل الدين الحكومي، وهناك أيضا سلطة مختصة بتحصيل الدين المدني. مررنا على السلطات المحددة قانونا بتحصيل الديون الحكومية، وما يهمنا من الأمر هو تناول الدين المدني، باعتبار أن الدين المدني من الديون التي تتعلق بأحكام القانون الخاص، أي الديون الحاصلة بين الأفراد في الغالب. قلنا بأن الجهة المختصة بتحصيل الدين المدني هي دائرة التنفيذ وفروعها في المحافظات والأقضية والنواحي. وقلنا أن في الأصل أن في كل محكمة، في كل مكان فيه محكمة بداءة، توجد هناك مديرية تنفيذ ترتبط بالمديرية الكائنة في مركز المحافظة. وعرجنا أيضا على من يتولى رئاسة هذه المديريات وشروطه، وكذلك مررنا في المحاضرات الملقاة عبر منصة التعليم الإلكتروني، ومن خلال متابعتكم عن طريق الملزمة المعتمدة لهذا الغرض بموضوع سندات التنفيذ. وقلنا بأن سندات التنفيذ قد تكون أحكام قضائية وقد تكون محررات تنفيذية، وحددنا ما هو مطلوب من هذه المادة من خلال المحاضرات الملقاة بهذا الشأن أو المراسلات الجارية بيننا وبينكم. كذلك كانت المحاضرة السابقة تتناول إجراءات التنفيذ، ومررنا معكم على
جزء من هذه الإجراءات ابتدأنا بالمعاملة التنفيذية، أطراف المعاملة التنفيذية، هناك من يطلب التنفيذ ويدعى بطالب التنفيذ، يقابله الطرف الآخر المطلوب التنفيذ ضده وهو المدين. وعلمنا بأن التنفيذ يتم من خلال قيام الدائن أو المدين أحيانا بإيداع السند التنفيذي لدى المنفذ العدل الذي يحيله لاستيفاء الرسم وتسجيله ومن ثم النظر فيه من حيث قبوله أو عدمه. عند ذلك تبدأ الإجراءات لتبليغ المدين الذي عليه أن يحضر خلال 7 أيام ابتداء من اليوم التالي لتاريخ تبلغه، فإن حضر وقام بالتنفيذ رضاء فحين ذاك يعفى من رسوم التحصيل. أما بالنسبة للمدين إذا كان جهة من جهات التابعة للدولة أو الدوائر الرسمية، فإن القانون أعطى لهذه الجهة لغرض التنفيذ الاختياري 60 يوم من اليوم التالي للتبلغ بحصول التنفيذ. يعني هاي المدة بالنسبة لدوائر الدولة كان بالقانون السابق قبل التعديل 30 يوم، عدلت مؤخرا فأصبحت 60 يوم. طبعا هذا السبب ذلك يعزى إلى أن كما تعلمون أن هناك إجراءات ومسائل روتينية بهذا الصدد يؤدي إلى تأخر إجراءات التنفيذ، فهنا قام المشرع بهذا التعديل تلبية لمبررات التأخير. المحاضرة المكلفين بها هذا اليوم تتعلق بمعوقات إجراءات التنفيذ. يعني بالمحاضرة السابقة بدأنا بإجراءات التنفيذ، المعاملة التنفيذية أطرافها، أطراف المعاملة التنفيذية، وكذلك الوسائل التنفيذية. الوسائل التنفيذية أيضا حددناها لكم شنو المطلوب بها، ووضعنا أسئلة تبين أهمية الوسائل التنفيذية والأجوبة لديكم في الملزمة. محاضرة اليوم تتعلق بإجراءات التنفيذ أو معوقات إجراءات التنفيذ. هناك معوقات تتعلق بالحالات التي تعرقل سير التنفيذ، ومعوقات تتعلق بالحالات التي توقف التنفيذ وتؤخره. تؤخر التنفيذ، قد يتأخر التنفيذ أو قد يقف التنفيذ بسبب حالات معينة. لذلك المعوقات ممكن أن تكون على قسمين: حالات تؤدي إلى عرقلة سير التنفيذ، تعرقل سير التنفيذ بس ما توقفه، ممكن يصير تأخير بسبب هذه الحالات بس ما توقفه، لكن هناك حالات توقف سير التنفيذ. فالنوع الأول اللي هي الحالات التي تؤدي إلى عرقلة سير التنفيذ تقسم إلى 4 أقسام أو 4 حالات. الحالة الأولى هي الممانعة التي يصادفها القائم بالتنفيذ،
القائم بالتنفيذ اللي هو الموظف المختص بإجراء التنفيذ على أموال المدينة. هذا الموظف المختص باستحصال الدين يذهب إلى المكان الذي تتواجد فيه أموال المدينة لغرض الحجز على هذه الأموال، أو يذهب إلى المكان الذي يكون فيه المكان الذي يراد فيه التنفيذ، كان يكون حكم التنفيذ هو تخلية مأجور، فحينئذ يجب على المنفذ العدل أو من يخوله بالقيام بهذا الدور الذي يدعى بالموظف القائم بالتنفيذ، عليه الذهاب إلى العقار المشمول بحكم التخلية والذي رفض المستأجر من تخليته رضاء، عليه الذهاب لغرض إجراء التنفيذ جبرا. فقد يمانع المستأجر من تخلية المأجور، وهنا تتعرقل أعمال التنفيذ. إذا تعرقل سير التنفيذ بسبب ممانعة المستأجر أو المدين على القائم بالتنفيذ الاستعانة بالجهات المعنية لهذا الغرض، وهي أجهزة الشرطة وغيرها من أجهزة الدولة المعدة لهذا الغرض. فهذه الحالة الأولى، قد تكون هناك ممانعة تؤدي إلى عرقلة سير التنفيذ. أيضا أحيانا المدين لا يستلم الأموال العائدة له، يعني حينما يبلغ المستأجر بحكم التخلية ويتطلب منه لغرض تنفيذ هذا الحكم تخلية المأجور أي تفريغ العقار من الأموال العائدة والأثاث العائدة للمستأجر أو المدين، قد يمتنع المستأجر أو المدين من تفريغ المأجور أو من استلام هذه الأموال العائدة له، يعني ما يستلم أثاثها، يطلع هو ويروح والأثاث تبقى بالبيت أو بالعقار وما يستلمها. حين ذاك هذا يؤدي إلى عرقلة سير التنفيذ، يتعرقل سير التنفيذ ويتطلب من القائم بالتنفيذ أنه هذه الأموال إذا ما استلمها المستأجر أو المدين لازم يودعها في مكان آخر لدى شخص ثالث، أو إذا كانت هذه الأموال سريعة الهلاك قد يبيعها ويودع مبلغها أو ثمنها لدى مديرية التنفيذ، وهذه الأموال التي بيعت من قبل القائم بالتنفيذ إذا كان صاحب هذا المال تم تبليغه باستلام هذه الأموال قد لا يراجع الدائرة أو المديرية، وحينئذ إذا مرت 3 سنوات من تاريخ تبلغه فإن هذه الأموال سوف تصادر إلى خزينة الدولة. أما إذا كان مجهول الإقامة فالأموال التي بيعت وودع ثمنها لدى مديرية التنفيذ عليه المراجعة خلال 5 سنوات من تاريخ بيعها، وإلا تتم مصادرتها إلى خزينة الدولة. أيضا هناك حالة أخرى، إخلال المدين بالمعاملات التنفيذية. قد يخل المدين بالمعاملات التنفيذية كأن ينفذ المدين ما تم الاتفاق مع المنفذ العدل من خلال التسوية القائمة، كأن يكون المدين وافق على التسوية التي عرضها المنفذ العدل وقبل بها الدائن بتسديد مبلغ الدين على شكل أقساط، فسدد
مدة شهرين أو ثلاث وانقطع عن التزييد، حين ذلك حالة الانقطاع تؤدي إلى عرقلة سير التنفيذ، وبالتالي على القائم بالتنفيذ أو المنفذ العدل أن يقرر الإجراء التنفيذ مرة أخرى، يعني يتم الإجراء التنفيذ مرة أخرى دون قرار جديد. أيضا من الأمور التي تعرقل سير التنفيذ هي تبدل اليد على الأموال المراد التنفيذ عليها. أحيانا المدين لديه أموال، كأن تكون لديه سيارة، فيحاول تهريب هذه السيارة حتى لا يستطيع المدين الحجز على هذه السيارة واستيفاء الدين، كان يودعها لدى شخص ثالث، فحينئذ تبدل اليد يؤدي إلى عرقلة سير التنفيذ، إذ هنا على القائم بالتنفيذ تتبع هذه الأموال من خلال ما يقدمه الدائن من معلومات حولها، وبعد ذلك محاولة الحجز على هذه الأموال لاستيفاء الدين. أما إذا كان الشخص الثالث الذي تقع تحت يده هذه الأموال لديه دفوع أو لديه أوراق تثبت عائدية هذه الأموال له، فحينئذ له الحق بمراجعة المحكمة المختصة خلال 15 يوم لاستصدار قرار من المحكمة بوقف التنفيذ لحين حسم الدعوى المقامة أمام المحكمة وإثبات عائدية هذه المواد أو الأموال إليه. هذه هي الحالات التي تعرقل سير التنفيذ، ملخصها الممانعة التي يصادفها القائم بالتنفيذ، امتناع المدين عن استلام الأشياء التي تعود إليه، إخلال المدين بالمعاملات التنفيذية، وتبدل اليد على الأموال المراد التنفيذ عليها. هذا ملخص الحالات التي تعرقل سير التنفيذ. هناك نوع آخر هو الحالات التي توقف التنفيذ وتؤخره، يعني تؤخر التنفيذ، توقف التنفيذ، مو تعرقل سير التنفيذ وإنما توقف التنفيذ. هذه الحالات بعضها يعود إلى الدائن والبعض الآخر يعود إلى المدين. الحالات التي توقف التنفيذ وتعود إلى الدائن، أحيانا المنفذ العدل يطلب من الدائن طلبات معينة، مثال على ذلك كان يطلب المنفذ العدل من الدائن أن يأتي له بحكم مكتسب الدرجة القطعية، يعني جاء الدائن أولا بحكم لم يتم عليه التأشير من المحكمة التي أصدرته بأنه قد اكتسب الدرجة القطعية، وطلب المنفذ العدل من الدائن بأن يتم التأشير عليه من المحكمة المختصة بكونه قد اكتسب درجة البتات. قد يتأخر الدائن، لا يأتي بهذا الحكم أو لا ينفذ هذا الطلب، فحين ذاك إذا مرت، أو مثال آخر كان يأتي الدائن بكمبيالة مصدقة من الكاتب العدل ويتم تبليغ المدين، إلا أن المدين لم يحضر، هنا قد يطلب المنفذ العدل من الدائن بأن يراجع الكاتب العدل الذي صدق هذه الكمبيالة لتزويده بصحة صدور. صحة صدور طبعا تأتي عبر البريد، تثبت بأنه هذه الكمبيالة قد تم المصادقة عليه من الكاتب العدل المعني. قد يتأخر الدائن، لا يأتي بصحة الصدور أو لا يأتي بحكم مؤشر عليه باكتسابه درجة البتات، فإن مرت مدة أقصاها 30 يوم
ولم ينفذ هذه الطلبات فحين ذلك يقرر المنفذ العدل تأخير التنفيذ، وإن أتى بعد هذه الفترة أو بعد إصدار هذا القرار بالتأخير الدائن وراجع المديرية، هنا عليه أن يقدم عريضة يطلب فيها تجديد التنفيذ. هذه الحالة الأولى. حالة أخرى أن الدائن لديه سند تنفيذي لكن لم يراجع، يعني حينما يحصل على حكم قضائي يكتسب درجة البتات لكنه مرت 7 سنوات دون إيداعه لدى المنفذ العدل أو دون مراجعته لمديرية التنفيذ، وحينما يكون لديه هناك محرر تنفيذي ويودعه لدى المنفذ العدل ثم يغيب فترة 7 سنوات فأكثر، وحينما يراجع مديرية التنفيذ وينقطع عن المراجعة مدة 7 سنوات فأكثر. هنا من تاريخ اكتساب الحكم القضائي 7 سنوات دون مراجعة مديرية التنفيذ، أو من تاريخ إيداع السند التنفيذي لدى مديرية التنفيذ تمر 7 سنوات، أو من تاريخ آخر معاملة داخل مديرية التنفيذ تمر 7 سنوات دون مراجعة مديرية التنفيذ، هنا نكون أمام مدة تقادم للسند التنفيذي، أي تسقط القوة التنفيذية للسند التنفيذي، تسقط القوة التنفيذية ولا يجوز بعد إذ طلب التنفيذ بسبب مرور مدة التقادم، إلا إذا كان هناك عذر قهري منع الدائن من المراجعة أو إيداع السند التنفيذ. وهذه المسألة تعود تقديرها المنفذ العدل وإلى الجهات المختصة من المحاكم بتقدير هذه المسألة. هذه هي الحالات التي تعود إلى الدائن: حالة عدم الاستجابة لطلبات منفذ العدل، وحالة عدم مراجعة مديرية التنفيذ. الحالات التي تعود إلى المدين أيضا هناك حالتين: قد يتوفى المدين إذا تمت أو بدأت إجراءات التنفيذ ثم توفى المدين في بداية إجراء التنفيذ أو أثناء إجراء التنفيذ، حين ذلك يقرر المنفذ العدل وقف التنفيذ أو تأخيره لحين مراجعة الورثة ولحين مراجعة الدائن لغرض حصر أموال المدين. فإذا كانت هذه الأموال ظاهرة فممكن الحجز عليها، إن ثبتت هذه الأموال تعود ملكيتها للمدين. أما إذا أنكر الورثة بأن هذه الأموال لا تعود للمدين فعلى الدائن إثبات عكس ذلك، وإن تطلب ذلك اللجوء إلى المحكمة المختصة. وفي حال وفاة المدين هنا المنفذ العدل يلجأ إلى تحليف الدائن بأنه لم يستلم الدين أو أنه لم يبرئ ذمة المدين من الدين أو أنه لم يقم أو لم يحصل على مقابل هذا الدين من عمل أو أي مسألة أخرى، أي أنه يقسم بالله العظيم بأنه لم يتقاضى مقابل هذا المبلغ أي عمل قام به المدين، ويدعى هذا اليمين بيمين الاستظهار. هذه الحالة
حالة وفاة المدين. الحالة الأخرى إبراز المدين استشهاد بصدور قرار بإيقاف التنفيذ. حينما تبدأ إجراءات التنفيذ قد يذهب المدين إلى المحكمة المختصة، يقيم أمامها دعوة، وهي محكمة البداء، يقيم أمامها دعوة، ثم يؤتي بقرار من المحكمة إلى المديرية التنفيذ يقضي بتأخير التنفيذ. لماذا؟ لأن موضوع الدعوة القائمة أمام المحكمة لا يزال لم يحسم، وأنه متعلق بالحكم المنفذ أو بالسند المنفذ أمام مديرية التنفيذ، أي أن هناك ترابط بين الحكم المنفذ أو السند التنفيذي المودع لدى مديرية التنفيذ وبين الدعوة القائمة أمام المحكمة. وبسبب هذا الترابط قررت المحكمة وقف إجراءات التنفيذ لحين حسم الدعوة. هذا أيضا يعتبر من الحالات التي توقف التنفيذ والتي يعود سببها إلى المدين. إذن الحالات التي توقف التنفيذ هي حالات بعضها يعود إلى الدائن والبعض الآخر يعود إلى المدين، وكما سبق ذكره. حينما يقف التنفيذ قد تكون لذلك أو قد يكون لذلك آثار معينة، قد يكون لذلك آثار معينة لأي سبب من الأسباب المذكورة. إن وقف التنفيذ لأي سبب كان، بسبب قرار من المحكمة، بسبب وفاة المدين، بسبب عدم استجابة الدائن، بسبب عدم مراجعة الدائن، هذه الأسباب التي سبق ذكرها إن زالت رجع التنفيذ بإجراءاته ومن النقطة التي توقف عندها. يعني لو يتوقف الدائن ما جاب صحة صدور من الكاتب العدل، ما جاب حكم قضائبات، توقف هنا، توقف التنفيذ، يقرر المنفذ العدل وقف التنفيذ. إن أتى الدائن بهذه الأعمال المطلوبة منه، وحين ذاك يستمر التنفيذ. وكذلك حينما ينقطع عن المراجعة الدائن ويعود قبل مرور 7 سنوات، حين ذلك أيضا يستمر التنفيذ. كذلك بالنسبة للمدين، إذا توفى وتمت مراجعة الدائن وكذلك تبليغ الورثة بذلك، فحينئذ من الممكن استمرار إجراءات التنفيذ بعد توقفها. كذلك حينما يؤتي المدين باستشهاد من المحكمة بإيقاف التنفيذ لوجود دعوى تتعلق بالسند التنفيذ المودع لدى مديرية التنفيذ، فبعد حسم تلك الدعوى أيضا من الممكن العودة مرة أخرى لاستمرار الإجراءات التنفيذية. ولكن قد تحصل حالة أخرى، أن السند التنفيذي يتم تنفيذه و تحصل دعوى أمام المحكمة المختصة لها علاقة بالحكم المنفذ، وبعد ذلك أو قد يتم الطعن بهذا الحكم المنفذ وتتم إبطال هذا الحكم أو تعديله. هنا ما دور المنفذ العدل في معالجة هذا الموضوع؟ يعني نضرب مثال، إن كان هناك حكم غير مكتسب الدرجة القطعية، يعني كما تعلمون أن
أحيانا التمييز لا يؤخر التنفيذ. دعوى الدين، الدائن حصل على حكم بالدين وتم طعن المدين بالحكم. مبلغ الدين كان يكون 100 مليون، والدائن حصل على حكم قضائي يلزم المدين بأداء الدين. هنا ذهب الدائن إلى مديرية التنفيذ لتنفيذ هذا الحكم، في حين ذهب المدين إلى الطعن به أمام محكمة التمييز. من الممكن هكذا حكم وإن تم الطعن فيه تمييزا، من الممكن تنفيذه. فإذا اقتنع المنفذ العدل بالتنفيذ يقوم بإجراءات التنفيذ والحجز على أموال المدين وأخذ مبالغ من المدين إلى الدائن، ثم بعد ذلك يأتي الحكم أو يأتي قرار محكمة التمييز بنقض هذا الحكم، بنقض هذا الحكم. هنا على المنفذ العدل حينما ينقض أو يعدل الحكم المنفذ وتم تنفيذ جزء منه أو كله، على المنفذ العدل إعادة الحال إلى ما قبل التنفيذ. لازم هنا إذا تم مثلا استحصال 50 مليون تم تحويلها من الدائن إلى من المدين إلى الدائن، عليه أن يعيد 50 مليون من الدائن إلى المدين، وأن تصرف أو رفض وأن تصرف بها الدائن أو رفض إعادتها على المنفذ العدل قبول طلب المدين بالحجز على أموال الدائن لإعادة الحال إلى ما قبل التنفيذ. هذا يعتبر الكلام الأخير جزء من الآثار التي تحصل بسبب وقف التنفيذ. هذه أهم ما يتعلق بمحاضرة هذا اليوم، واللي كانت معنونة بمعوقات إجراءات التنفيذ. فنأمل من طلبتنا الأعزاء الاستفادة من هذه التوضيحات البسيطة، وأرى بأن ما معروض في الملزمة التي بين أيديكم هو ملخصا واضحا، وإن كان لديكم بعض الأسئلة حول مواضيع قانون التنفيذ ممكن الاستفسار عن أي نقطة غير واضحة من خلال المراسلات والتعليقات، وكذلك سوف نقيم لكم مراجعة لمفردات المادة بعد أن نقرر توقفنا وتحديد مادة الكورس أو الفصل الأول.